الشاطر يا جماعة اللي بيسبق، تعلمنا هيك وإحنا صغار. تذكروا معي كل ألعابنا، سباق الركض والغميضة والسبع حجار وغيرهم. اليوم الشاطر اللي بيسرق، بس شو بيسرق؟ فكرة غيره، وبيبدأ يطبقها لأنه غيره بياع حكي ومش تبع شغل. واحد صاحبي حب يتخوت علي وقال لي: وليد، أنا سمعت إنه راح يصير نفق من شمال المقاطعة، يمرق من تحت المنارة ويطلع على جهة المنتزه، راح يكون سايدين يعني اتجاهين، وفي سوق تجاري على جهتين النفق، وهيك بيريحوك من قصة الرمزور هذا اللي يضل يتعطل جنب المقاطعة اللي مغلبة. بس إذا أنت شاطر بتروح بتحجز محل تجاري بالنفق تحت المنارة. طبعا أنا مش راح أكون خياب وراح أحجز محل تجاري، بلكي زبطت معي هالمرة، بس خايف إنه يصير معي مثل قصة اللي بده يعلم الحمار، يا بيموت الملك يا بيموت الحمار أو بموت أنا قبل ما يفتح البزنس المقترح. شاطر أنا يوميا على أثير 24 FM مع وليد بطراوي.